بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 79 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 54 بعد 303,000. يقول: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال: سمعت يونس ابن يوسف، يونس بضم النون وكسرها وفتحها، بتثليث نون يونس، جاءت بالقرآن بالضم، يونس بالضم فقط في القرآن، أما في اللغة فيجوز تثليث النون، يوسف جاءت في القرآن بضم السين، وفي اللغة يجوز تثليث السين، يوسف يوسف يوسف، والمصريين يقولوا يوسف، المصريين من ينادى واحد اسمه يوسف يقولوا له يوسف بكسر السين، لغة صحيحة، لغة صحيحة لكن ليست قرآنية، جاء في القرآن بالضم فقط، لكن اللغة يجوز فيها تثليث سين يوسف وتثليث نون يونس. قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. دي يوم بقى الايه؟ العتق من النار، يوم عرفة. يعني الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل لحظة له عتقاء من النار، يقبل توبة التائبين ويثيب العابدين والصالحين في كل لحظة، ويجيب دعوة المضطرين ويقضي حاجات الناس أجمعين بمقتضيات اسمه الرب سبحانه وتعالى الذي يرعى عباده ويرزقهم. ولكن يوم عرفة أكثر ما يكون يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الدنو هنا إذا تعلق بالله يخرج من ذهنك كل ما شميمة مكان أو حركة، لابد، ليه؟ لأنه دنو يليق بالله، والله خارج عن الزمان وعن المكان وعن الحركة، لأن هذه صفات الأجسام. يبقى يدنو يعني يقترب من عباده، قرب ود ومحبة وشفقة ورحمة وإرادة مثوبة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ليه بيباهي الملائكة؟ عشان الملائكة قالوا له لما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول للملائكة: هم أدي اللي كنتوا بتقولوا عليهم يسفك الدماء. شفت؟ يقيم عليه على الملائكة الحجة. من أجل ذلك يباهي بالعباد الملائكة، حيث أنهم ظنوا في بني آدم أنهم كلهم سفاكين للدماء وأنهم كلهم مفسدين في الأرض، ولكن الله قال: إني أعلم ما لا تعلمون، فأخرج من آدم الأنبياء والأولياء والصالحين والصديقين والشهداء والعلماء والعباد، كل هذه الأجناس أخرجها من إيه؟ من آدم.
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء حتى يقيم الحج على الملائكة ويجعلهم أيضا شهود على عباده ولعباده الصالحين، وكفى بالله شهيدا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يبقى كأن الله أراد من العباد أن يكرروا العمرة ويكرروا الحج، ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثوابه المبرور يعني إيه؟ يعني المقبول الخالي من كل رفث وفسوق وجدال، ويكون من رزق حلال بغير فخر ولا كبر ولا شهرة، ده يبقى حج مبرور. ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار عن سهيل حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك اللي هو بيقول فيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كل دي طرق تقوي الحديث الأول. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والرفث الجماع ودواعي، كل ما يحبه الرجل من المرأة من جماع ودواعي اسمه الرفث، كلمة جامعة. وعلى شكل إيه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فدل من هذه الآية أن الرفث في آية البقرة دل على معنى الرفث في الحج وهو الجماع ودواعي. فلم يرفث يعني لم يجامع ولم يفعل شهوته ولو في حلال حال إحرامه، يعني معنى فلم يرفث. ولم يفسق يعني لم يفعل معصية أخرى، ولم يفعل أي معصية أخرى. رجع كما ولدته أمه، كأنه يكفر كل شيء حتى الكبائر، حتى الكبائر يغفره الحج المبرور، يبتدي صفحة جديدة يعني. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يجامع ولم يعص الله، رجع كما ولدته أمه. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم مثله. باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب هو الإمام الزهري، ابن شهاب هو الإمام الزهري، أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان، عمرو بن عثمان بن عفان، علشان كده سيدنا عثمان من كنيته إيه؟ أبو عمرو، أبو عمرو دي كنية سيدنا عثمان بن عفان، أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. أبو طالب لما مات ترك أولاد يرثوه، فترك سيدنا عقيل وطالب وجعفر وعلي. سيدنا جعفر وسيدنا علي كانوا مسلمين، فإسلامهم منعهم أن يرثوا من الكافر على قول الجمهور، واللي ورثوا مين؟ عقيل وطالب. فجاء عقيل باع كل الدور كويس الموجودة، فلما النبي نزل لم يجد له دارا ينزل فيها، فيقول هل ترك لنا عقيل من دور؟ دل على أنه تصرف فيها وباعها، فدل على أن دور مكة تملك وتباع وتشترى كويس. ودل أيضا على قول الجمهور أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم على رأي الجمهور. أما عند إسحاق بن راهويه وبعض الفقهاء قالوا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فهمت؟ يعني المسلم لو له أب كافر مات على المذهب الثاني اللي هو مقابل الجمهور، المسلم يرث الكافر، لكن لو مات المسلم لا يرثه الكافر، فهمت؟ يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، ده المذهب ايه التاني. لكن الجمهور عندهم ايه؟ ان الكفر مانع من الارث مطلقا. واضح؟ موانع الارث الثلاثة: اختلاف الدين والرق والقتل، مش كده موانع الارث كده؟ لكن ايه القتل ده؟ الاختلاف الدين، اختلاف الدين فيه تفاصيل بقى، فيها تفاصيل. ايه هي التفاصيل؟ ان في قول مقابل لهذا القول ان اختلاف الدين ان كان من جانب الوارث، اذا كان الوارث مسلم فيرث الكافر، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن الكافر هو الذي لا يرث من المسلم لأنه أدنى حالا منه، فكيف يرثه؟ فهم؟ لكن العمل على إيه؟ على أن الكفر يمنع من الإرث. العمل حتى في القضاء، حتى في قوانين البلاد. طب لو واحد مسيحي متزوج يهودية أو اختلاف الدين أهو، هل يورثوا بعض ولا ما يورثوش بعض؟ مذهبان. مذهب يقول أن كل الكفر، كل ما خالف الإسلام كفر، وكل ملل الكفر واحدة ترث من بعضها البعض، لأن الكفر كله ملة واحدة، فهمت؟ ده مذهب. ومذهب تاني قال لك لا، اختلاف الملل يمنع أيضا، يبقى المسيحي ما يورث اليهودية، والكاثوليكي ما يورث البروتستانتي، والأرثوذكسي ما يورث الكاثوليكي، وهكذا. وده اللي عليه الحكم في مصر، القانون المصري أخذ باختلاف الملل، باختلاف الملل. واضح؟
لكن ممكن تجد دولة تانية تعتبر ان كل ما خالف الاسلام كفر، والكفر كله ملة واحدة، يورثوا بعض من بعض مش مشكلة، لكن المسلم ما يرث من الكافر ولا الكافر يرث المسلم. فهمت المسألة؟ يعني فيها مناقشات يعني المسألة. وعنه به قال لما قالوا يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة، فقال عقيل، طب ما عقيل ده ورث أبوه، طب وليه قال دارك يا رسول الله على بيوت أبي طالب يعني؟ قالوا منسوبة إلى النبي لأنه نشأ فيها وتربى فيها، فبقت نسبة إقامة مش نسبة إيه ملك. أو أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له دور التي كان يسكن فيها بعدما تزوج سيدتنا خديجة، وأنه لما هاجر تسلط عليها عقيل وبعث كمان كما تسلط على بيوت أبي. تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأن أبو سفيان وكفار قريش لما هاجر المهاجرين باعوا دورهم عقوبة لهم عشان يحرموهم منه. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين اللي هو سيدنا علي زين العابدين. علي بن حسين ده اللي هو سيدنا علي زين العابدين، وحسين هذا اللي هو سيدنا الحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من منزلة. وعن أبي قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح، قال وهل ترك لنا عقيل من منزل. يبقى في رواية أن السؤال ده كان وقت حجة الوداع، وفي رواية تانية أن هذا وقت فتح مكة. وعلى أي قول كان استدل الشافعية على أن فتح مكة كان صلحا ولم يكن عنوة، وبالتالي لم تنتقل ملكية الكفار لدورهم وأرضهم في مكة، ظلت لهم ملكيته، واضح، لأنها صلحا. هذا مذهب الشافعية. أما مذهب المالكية والأحناف أنها فتحت عنوة ولكن النبي تركها تفضلا، واضح. عنوة يعني إيه؟ يعني بالقوة، فإذا كانت بالقوة يسلب أملاكهم وتصير غنيمة. فهمت؟ لكن الشافعية استدلوا من الحديث أن النبي أقرهم على تصرفاتهم في أملاكهم، دل على أنها كانت صلحا، واضح. يبقى هل مكة فتحت صلحا ولا عنوة؟ نفس الخلاف ده بفتح مصر على فكرة. مصر في جزء منها فتح صلحا وجزء منها فتح عنوة بالقوة يعني. فاهم؟ كل جنوب مصر مفتوح عنوة، وجزء من بحر مصر من الجزء البحر الشمالي فتح صلحا، فاختلط فيها ايه؟ القوة، واختلط فيها الصلح. وعلشان كده اختلف في ارض مصر هل توزع على الصحابة ولا تثبت في ذمة اصحابها بتبقى ملكا لهم. تفاصيل كبيرة وتقرا في التواريخ بقى، فهمت؟ شغلانة كبيرة. عشان كده كان بعض العلماء اللي يأخذوا أن مصر فتحت عنوة كان يأخذ إقطاعيات كبيرة ويوزعها على من شاء، لأن لا يملكوها صحابها، صحابها خلاص زالت ملكياتهم بالقوة وأصبحوا أجراء فيها، يزرعوا لكن لا يملكون. فهمت؟ زي خيبر كده يعني. الأمور دي بتبقى فيها خلاف ومناقشات، والراجح أن مصر فتحت بعضها عنوة وبعضها صلح، بعضها بالصلح وبعضها بالقوة. مكة فيها خلاف، الشافعية ذهبوا أنها فتحت صلحا، والمالكية والأحناف ذهبوا أنها فتحت عنوة بدليل قول النبي إن الله أحل لي مكة ساعة من نهار ليقاتل فيها،
فالشافعية ردوا عليهم وقالوا لهم ما هي أحلت له القتال فيها لكنه لم يقاتل، هي فتحت صلحا كان من حقها أن يقاتل إلا أنه لم يستعمل القتال ففتحت صلحا. فهمت بقى طريقة المناقشات الفقهاء مع بعضهم البعض؟ وعن أبي قال: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم خاص بالمهاجرين قبل الفتح وينقضي بانقضاء هؤلاء ايه هذا الجيل، الجيل اللي هاجر قبل فتح مكة للنبي لا يحل له ان يقيم في مكة بعد النسك الحج او العمرة اكثر من 3 أيام حتى لا ينقض هجرته، واضح؟ وهذا الجيل خلاص انتهى عمره، فيبقى ده حكم كان مؤقت بهم ولهم، واضح؟ كان ممكن اما ينتهي من عمرته او حجه يقيم في مكة 3 أيام فأقل، اما ما زاد عن 3 أيام تسمى إقامة، والإقامة في مكة للمهاجر نقض لهجرته، لأنه واجب عليه أن يقيم في مكان النبي لينصر النبي حيث أنهم عاهدوا الله على نصرته. أما من أسلم بعد فتح مكة ولم يهاجر فله أن يقيم ما شاء، خرج عن هذا الحكم، وأيضا فقد ثواب الهجرة. فهمت بقى؟ واستدل الشافعي على أن الإقامة 3 أيام لا تسمى إقامة، وبالتالي يبقى اسمه مسافر وله أن يقصر ويجمع الصلاة. استدل أيضا أن 3 أيام تعتبر ما زال مسافرا ولا يسمى مقيما إلا ما زاد عن 3 أيام، يبقى حد الإقامة 4 أيام، فجعل الشافعي حد الإقامة 4 أيام. 4 أيام يعني كم فرد؟ 4 × 5، مش كل يوم كيف؟ يبقى 20 وقت، فما زاد اسمك مقيم. أقل من 20 وقت 19 وقت، فما أقل اسمك مسافر. فهمت؟ هذه طريقة استنباط الشافعية في المسائل. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة، لأن لو زاد إلى 4 فما زاد صار مقيما، والإقامة في مكة للمهاجر حرام لأنه عاهد أن يقيم بجوار النبي في المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص في حال حياة النبي؟ أما بعد وفاته يبقى خلاص بعض الصحابة فهموها كده، عشان كده بعد بعض الصحابة كانوا يقيم في مكة بعد وفاة النبي مدة طويلة، زي سيدنا عبد الله بن عباس وغيره وغيره، كانوا يقيموا في مكة حتى أن سيدنا عبد الله بن عباس مات في الطائف ودفن به، فيبقى اعتبروا أن الحكم ده خاص بحال حياة النبي. وبعض العلماء قالوا لا، ده خاص بهذا الجيل مدة حياة هذا الجيل. فهمت ازاي؟ يبقى اختلفوا فيها بعد حياة النبي، هل لهم أن يعني يستمر الحكم أم انقضى بانقضاء حياة النبي؟ وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، بعد الصدر من منى، يعني بعد المجيء من منى أيام التشريق، بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء ابن الحضرمي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وعن أبي قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد
فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي ده اللي هو مشي بخيله والجيشه، عارف انت الخليج العربي، الخليج العربي الموجود اللي جنب الكويت وتحتيه البحرين وفوقيه ايران، الخليج العربي ده مشي على الخليج العربي بفرسه وعلى الماء الى البر الثاني، معروفة وثبتت هذه الكرامة له، وقال دعاء فايه فانطلق بجيشه فوق الماء، حتى انهم لما شافوهم على البر الثاني جايين بيجروا فوق الماء انهزموا لهم وانتصروا، وانتشر الاسلام في ايران وما جاورها بسبب هذه الكرامة، وعلموا ان هؤلاء جند من عند الله وليسوا بشر معتدين، فدخلوا في الاسلام. سيدنا العلاء بن الحضرمي صار على الماء بجيشه في الفتوحات، في الفتوحات ايام خلافة سيدنا عمر، ومن هنا دخل الاسلام في منطقة ما وراء الخليج العربي اللي هي الوقت ايران والحتت دي. يعني الصحابة كان لهم كرامات عظيمة، يعني خد بالك الصحابة دول كان جيل موفق، ربنا كان سبحانه وتعالى يكرمه كرم بالغ. يعني بني اسرائيل شق له البحر ومشي في طريق يبس، وأمة النبي مشيت فوق المية، عشان يبين لك الفرق في الكرامات، فهمت؟ لأن لو كان سيدنا موسى قال لهم امشوا فوق المية كانوا مش هيسمعوا كلام، شفت ازاي؟ لأن بني إسرائيل يعني مخهم عقليتهم عقلية حسية زيادة عن اللزوم، بتاعت كده أشياء محسوسة، إنما أمة النبي توكلهم على الله يفوق عندهم الحس. فتعرف الفرق بين إيمان أمة النبي وبين إيمان بني إسرائيل. سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انت ما تجيب كده في 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 مناقب الصحابة العلاء بن الحضرمي واقرأ مناقبه تعرف القصة دي. خش انت كده على اي كتاب بيتكلم في الصحابة واكتب العلاء بن الحضرمي ودور عليه في الكتاب واقرأ، هتقرأ القصة دي. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، الصدر من منى يعني. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. مكث المهاجر يعني إقامة المهاجر. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. يعني قالوا أن لقطة مكة يعني ما تجده على الأرض في مكة ضائعا من أحد اسمه لقطة، إذا أخذتها تنشدها على الدوام ولا تتملكها أبدا. طب وفي أي مكان غير مكة؟ قال لك تتملكها بعد عام، طالما إيه أعلنت عنها ومرت سنة كاملة ما حدش جاي يبقى تملكتها، إلا في مكة لا تتملكها أبدا، وعند المالكية تتملكها بعد عام مثلها مثل سائر البلاد. لكن الشافعية يقول لك لا تتملك لقطة مكة أبدا، ينشدها طول عمري ولا يتملكها أحد. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة حيث أنها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة،
لكن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية ليوم القيامة. لكن ما فيش هجرة من مكة مرة أخرى ليوم القيامة، لماذا؟ لبقاء مكة دار إسلام إلى يوم القيامة، وهذه علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا هجرة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم الحاكم حاكم المسلمين أن تخرجوا للجهاد فعليكم أن تقبلوا ذلك وتطيعوه في هذا. لكن يخرج هو من نفسه كده، إذا كان هبقى مجاهد ويقاتل ما ينفعش، لأن الجهاد في سبيل الله أمر نظامي يحتاج إلى جيش وخطة وجهة، وهذا كله يحتاج إلى إمام ليوجه الخطة ويحددها والجهة. إنما مش كل واحد يطلع في مخه زي العيال الشباب اللي يقول لك إحنا مجاهدين، وكل فرقة تجاهد بطريقة شكل، وبعدين نضربه في جميع الجهات. هذا خطأ. إذا استنفرتم، أي من قبل الإمام مش من نفس، مش قبل نفسك، فأنت لست إماما لتحدد الجهة ولا تحدد كيفية الجهاد ولا مدة الجهاد ولا من تجاهد. واضح؟ وإذا استنفرتم فانفروا، أي من قبل أئمتكم، استنفرتم من قبل أئمتكم. على حسب بقى الإمام ما يقول. الإمام يقول واجب على كل الشباب يجوا، تسمع كلام الإمام. إحنا عايزين اللي فوق سن 30 سنة بس اللي يجي تسمع كلام الإمام. على حسب الحاجة، وبيشوف الجهة دي محتاجة قد إيه فيها، ومحتاج على حسب الحاجة. فالمهم انك انت على حسب. يبقى لما يجي ايه يطلبك الجيش، والجيش يقول لك ايه، في استدعاء. استدعاء، مش الجيش في حاجة اسمها استدعاء او استنفرتم فانفروا؟ الاستدعاء ده اسمه استنفرتم. يجي لك استدعاء يقول لك كل اللي بتاع اللي في سن كذا وكان في التجنيد من سنة كذا لسنة كذا يجي، عشان الحالة جيم او الحالة الف او الحالة به، على حسب ايه شدة الاستعداد. يبقى في الحالة دي استنفرتم فانفروا، عليكم الإجابة. ما تهربش بقى وتتهرب من التجنيد، التهرب من التجنيد حرام. فهمت؟ لأن الرسول هو يقول إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. وقال يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه. بحرمة الله، أمال إيه حرمه إبراهيم؟ في حديث تاني صحيح يقول لك حرمه إبراهيم، يعني نشر العلم بحرمته بعدما اندثر العلم بحرمته. فهو حرام بحرمة الله، يعني بحكم الله، فنسي الناس هذا الحكم حتى جاء إبراهيم الخليل نشره وأعلمه للناس، ولم ينشئ التحريم، ولكن إيه أعلم بالتحريم ولم ينشئ التحريم. واضح؟ للجمع بين الأحاديث يعني. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع، لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. والخلي النبات الرطب القليل الرقيق. ولا يختلى خلاها، يعني ولا يؤخذ نباتها او عشبها، تقطع وتتملك، بل تترك كمرعى ولكن لا تتملك ولو بالحيازه. ولا يختلى خلاها، يعني ولا يقطع نباتها. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر، فانه لقينهم ولبيوتهم. قينهم اللي هم الحدادين والصياغ، بيستعملوا الاذخر يضعوه فيسيحوا به الحديد والذهب وغير ذلك. فسيدنا العباس بيقول للرسول الله الا الاذخر فانه لقينهم. قينهم يعني ايه؟ حدادين والصياغ اللي بيشتغلوا في صياغه المعادن، بيحتاجوا النبات ده عشان يعني يوقدوا به فيصهروا المعادن.
فقال إلا لقينهم ولبيوتهم، كانوا يضعوا أيضا على أسقف البيوت حتى يسدوا الخلل والخلل اللي بين الخشب، يوم إذا نزل المطر يمتنع أن ينزل داخل البيت، بيحتاجوا يسقفوا بيه ويعرشوا بالبيوت، ويحتاجوا إيه الحدادين والصياغ في الصناعة. سيدنا العباس يريد من النبي أن يستثني لهم هذا لعظم الحاجة إليه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر دل على أن كلام النبي وحي، استثناها في الحال، ما استناش أما قال له لما ينزل عليا فيها قرآن، على طول قال له إلا الإذخر. يبقى النبي له التصريف في التشريع مراعاة لحاجة الناس ورفع الحرج عنهم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح. كان عمرو بن سعيد بيبعث البعوث لمكة أيام الحجاج بن يوسف علشان يحاصر عبد الله بن الزبير، فقال له لا اسمع بقى، اسمع الحديث ده عشان لا يحل القتال فيها، فاش تبع فيها جيوش، دي مكة دي ما تنفعش، مش زي اي بلد، فهمت؟ فهو عايز يسمعه الحديث. اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا يعني الصبح من يوم الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي، كل ده تأكيد انه كان حاضر الواقعة، حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. أمال إبراهيم مش من الناس؟ سيدنا إبراهيم من الناس، يبقى نشر حرمتها ولم ينشئ حرمتها، يبقى نشر حرمتها ولم ينشئ حرمتها، لكن نبينا أنشأ حرمة المدينة. شفت بقى؟ يبقى نبينا له مقام أعلى، فهم؟ يعني المدينة حرمت بتحريم النبي، ومكة حرمت بتحريم الله، وانتشرت حرمة مكة بإيه؟ عن طريق سيدنا إبراهيم. واضح؟ قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، عمرو اللي هو إيه الأمير بقى، قال إيه رد على الحديث زي إيه؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني بجناية، خربة يعني جناية. اعتبروا أن عبد الله بن الزبير ده خارج عن إيه؟ عن الإمامة وعن إجماع المسلمين، وبالتالي يبقى عامل مصيبة، يبقى لا يعيده الحرم. فهمت إزاي؟ ده في رأيهم يعني. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني بعيب أو جناية. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وهو هو ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل
وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها اللي هي لقطتها يعني إلا لمنشد، يعني معرف لها. المنشد معرف اللقط. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: وده دليل على جواز كتابة أحاديث النبي. كويس. في عصر النبوة، تدوين السنة بدأ من عصر النبوة بإجازة من النبي. أبو شاه هو قال للنبي: اكتب لي هذا الحديث يا رسول الله. فأمر النبي لأحد الكتاب أن يكتبه له. يبقى بداية تدوين السنة كان من العصر النبوي الشريف. قال الوليد فقلت، وكمان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل كلمة يقولها النبي. فقالت له قريش: تكتب في الرضا والسخط والفرح والحزن؟ ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال بشرية تجعل كلامه أحيانا يكون صوابا وأحيانا يكون خطأ. فلما ذهب إلى رسول الله يخبره قال: اكتب، فوالله لا يخرج من فمي إلا حقا. فأجازه على كتابة السنة. كل ده دليل على تدوين السنة من العصر النبوي الشريف. لمن ينكر السنة يعني يقول لك ايه دخل فيها التلاعب وغير ذلك. حين دخل فيها التلاعب فأنشأ المسلمون علما يميزون فيه الضعيف من السقيم، من الموضوع، من الصحيح. يقول: من قتل له قتيل، فإن بخير النظرين، إما يفدى وإما يقتل. يعني يقبض عليه ويقتل خارج الحرم، أو إنه يقبل الدية وخلاص. قال الوليد فقلت للأوزعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها. لا يخبط شوكها يعني الخبط ده يمسك العصاية بتاعته ويجي على الشجرة كده يضربها كده يقوم ينزل منها الأوراق حتى ما تتخبطش الشجرة كده. شوف قد ايه من شدة الاحترام له. لا يخبط شجرها شوكها ولا يعضد شجرها يقطع يعني ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى، يعني لو حد قتل لك قتيل لك وبعدين ايه ذهب إلى مكة فما تروحش تقتله بقى، فهمت ازاي؟ لكن ايه، إما أن تنتظر لما يخرج وتقبض عليه بعد خارج الحرم وتضيق عليه، او انك انت تقبل الدية، فهمت ده المعنى. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يعطى يعني الدية واما ان يقاد اهل القتيل. قال فجاء رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخرة، إلا الإذخرة اللي هو سيدنا العباس المبهمنة اللي هو سيدنا العباس.
فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا